الاقتصادية الموجزة. بنتكلم طبعا في هذه الفقرة آخر فقرات هذا الصباح لهذا اليوم طبعا يعني نتكلم عن المصالحة الوطنية وحلم المصالحة الوطنية اللي احنا اتكلمنا كتير عليه جدا في عهد الرئيس السابق الرئيس المعزول محمد مرسي. دعوات ودعوات ودعوات تكررت دعوات كثيرة لكن كانت تخرج بدون أي فائدة على الإطلاق، لكن هناك دعوات حقيقية في هذه الأيام من قبل الرئيس المؤقت المستشار عدلي محمود منصور، يمكن كان على لسان المستشار الإعلامي الأستاذ أحمد المسلماني اللي قال طبعا أن في مصالحة حقيقية ليس فيها إقصاء لأي أحد، لكن على الجانب الآخر بتخرج علينا جماعة الإخوان المسلمين بتنكر هذه الدعوات وتقول لها لن تشارك في هذه الدعوات ولا ترغب على الإطلاق في مصالحة وطنية. لكن نتمنى طبعا في الفترة القادمة أن احنا نشوف لم الشمل بين كل المصريين. الإخوان طبعا فصيل وطني، فصيل اللي ثقل اللي وزن في الشارع المصري، حزب النور كذلك جماعة سلفية لها ثقل ووزن في الشارع المصري، القوى الإسلامية والجمعية الوطنية والكثير من الأحزاب والحركات الليبرالية والحركات وحركة التمرد ذات الوزن الثقيل 22 مليون مصري لهم، نتمنى لهم كل الشمل، نتمنى لهم مصالحة حقيقية، نتمنى نحيا فوطن كنا بنحيا فيه أمل قبل كده، ما نعرفش يعني إيه ده تحزبه إيه وده فكره إيه، كنا كلنا مصريين ما نعرفش أكتر من كده. ده صحيح، إحنا دلوقتي نتوقف بشكل سريع مع هذا التقرير التالي ثم نعود إليكم من جديد لبدء الحوار حول المصالحة الوطنية وأهمية تفعيلها بشكل ملموس على أرض الواقع بعد هذا التقرير. بعد نجاح ثورة 30 يونيو في إبهار الجميع بقدرة الشعب المصري على إسقاط النظام مجددا وبسلمية، يظهر الآن أهمية دور المصريين في الالتفاف حول بعضهم مجددا وتحقيق المصالحة الوطنية ولم الشمل. فتحت عنوان شعب واحد كانت رئاسة الجمهورية قد أطلقت مبادرة تدعو فيها الجميع إلى العمل المخلص لإنجاز مصالحة وطنية شاملة يبنى على أساسها قاعدة إنسانية للتعايش بين أبناء الوطن الواحد بهدف درء أسباب الفتن ومنع تكرارها. وعلى الرغم من تأكيد مؤسسة الرئاسة على دعوتها تلك، إلا أن التحالف الوطني من أجل دعم الشرعية وعودة الرئيس المعزول لمنصبه والمكون من مجموعة من الأحزاب والتيارات الإسلامية وعلى رأسها أحزاب الحرية والعدالة والبناء والتنمية والوسط، لا تزال على موقفها الرافض لهذه المبادرة، ولا تزال دعواتها لحشد أنصار الرئيس المعزول في محيط مسجد ربيع العدوية وميدان النهضة لا تزال مستمرة. بين دعوة للمصالحة وأخرى للحشد والرفض، لا يزال المشهد السياسي في البلاد محتقن وينذر بمزيد من الصدام بين الجانبين، ولا يزال الشارع المصري يشهد مزيدا من التصعيد والتوتر. فهل تأتي الأيام القليلة القادمة بجديد ينزع فتيل الموقف المتأزم ويجدد الأمل في مناخ ديمقراطي يعمل على تحقيق مكتسبات ثورة 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو؟ المزيد من التفاصيل حول أهمية المصالحة الوطنية وأهمية تفعيلها بشكل كبير وملموس على أرض الواقع، معنا في استوديو هذا الصباح وعلى الهواء مباشرة الدكتور ناصر محمد عيد مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والاستراتيجية. الدكتور ناصر صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا. حقيقة هناك يعني الكثير والعديد من النداءات التي تدعو جماعة الإخوان المسلمين أو تيارات الإسلام السياسي بشكل كبير بأنه لا مجال للانقسام أو لا مجال للإقصاء ولا بديل إلا عن الشراكة الوطنية، يعني إلى أي مدى يمكن أن يستجيبوا مع هذه النداءات وهم يرون أنهم هم من كانوا في صدة الحكم، يعني في أي مشاركة تتحدثون على هذه من وجهة نظرهم؟ هناك البعض الآخر يرى أن المصالحة الوطنية ليس لها مجال الآن في ظل وجود أعمال عنف وشغب وإسالة الدماء، فإن كان هناك أشخاص أو قيادات إخوانية بعينها متورطة في أعمال إجرامية أو إرهابية أو في قتل المتظاهرين، فكيف يمكن الدخول معهم في مصالحة وطنية؟ الدخول مع الشريحة اللي هي حاليا الآن من جماعة الإخوان المسلمين بالذات، يعني هم لازم يفهموا أن مش يعني مش هنرجع لورا، مصر مش هترجع تاني للخلف، ولازم يعني يمدوا يد لسياده الرئيس عدلي منصور كما طالب للمصالحه معاهم، ما اقصهمش زي ما هم اقصوا الجميع،
وبعد الجميع حتى في الفتره اللي هم كانوا موجودين في هم بيعتبروا ان عز الرئيس مرسي بمثابه اقصاء لهم يعني وجهه نظرهم. والله الرئيس مرسي جه على الهواء مباشره وفي عندما اتى برأس جمهوريه ونزل مجمع التحرير وعلى الجاج بتاعه وقال انا والله لو الشعب المصري لو جالي 10 من الشعب المصري قال احنا مش عايزينك انا خلاص انا مش رئيس لمصر من الان. لكن احنا حوالي 36% من الشعب المصري خرج وقال مش عايزين شخصه لا هم عايزين اصلا الحكم بتاعه او فتره الاداره في البلاد كانت فاشله كانها عزبه بتتورس شيء هم ما فهموش الوضع بتاع مصر بالذات او طبيعه الشعب المصري. الشعب المصري اصلا طبيعته غير طبيعه اي شعوب يعني الشعب المصري شعب يختلف عن شعوب الشرق الاوسط كلها والعالم كله فاهم كده كويس بس هو يعني بيتحمل عامل زي سفن الصحراء هي الجمال بيتحمل بيصبر لكن بعد كده ما بي يعني فطبعا هم حاليا جماعه او الجماعه اللي هي دلوقتي بتدعي بالاسلام ودي مشكله كبيره احنا عايشينها لان احنا اهالينا الناس اللي على الفطره اللي هم الفلاحين والبدو اللي هم حاليا اللي هم بيصيروا عاملين في صراع بين الاسلام وبين غير الاسلام ودي تصدير الفكره دي فكره خطا ودي خطا يعني ده خطر كمان على البلد ده خطر على الاسلام في المذهب الديني بس مش في مصر خارج مصر كمان صح. يعني الاسلام في العالم كله خطر كبير جدا هم بيدعوا هذه ليس مصلحه عامه مصلحه شخصيه ليهم بس والناس هي الناس اللي على فكره ناس مساكين مش فاهمين الناس اللي العمال اللي هي موجوده في رابعه العدويه والناس اللي موجوده في النهضه والناس اللي موجوده في حتى في المنيا اهلنا في الصعيد الناس اللي هي موجوده في المحافظات الصعيد الناس دي اصلا هي غيرتهم على الاسلام وليه هم سامعين الدين هم داخلين مسيطر على اذهان وعقول واخدين الدين اصلا يعني كسلمه لمشروعهم او كان المشروع اللي هو بقاله 80 سنه او 85 سنه ويعني هم كانوا عايزين بس احنا كنا مفكرين هم الضحيه بتاعت العالم كله لكن طلع هم مش الضحيه طلع العالم كله ضحيه ليهم في كل تصرفاتهم. انا بتكلم والله لله ورسول الناس تفهم الاسلام صح الاسلام يجب على ان الاخوه اللي هم العلماء المسلمين الجماعه العلماء المسلمين يكونوا فاهمين يعني يفهموا الدين صح لان احنا اصلا هم اصحاب التشريع ومين اللي بايع الناس دي على الدين الاسلامي كله مين اللي قدامهم سلطه او صفه انهم يتكلموا باسم الاسلام ويعملوا جبهه اسلاميه وجبهه غير اسلاميه؟ احنا كلنا مسلمين. بقى لما جه الاخوان المسلمين وبالمناسبه انا عايز اعرف ايه الميزه اللي عملوها الاخوان للاسلام حتى في الشرق والغرب؟ ما عملوش اي ميزه بل ده هم بيهدموا الاسلام من غير ما يدروا من عوام هدم الامه الاسلاميه المستشرقين، مين المستشرقين؟ اللي هم يدعون الاسلام ويتفقهون في تفكير في الكتاب والسنه وبعد كده هم بيفعلوا هم نيتهم هدم الدين ومن سنه 1918 في قواعد لهدم الدين الاسلامي بهؤلاء الناس اللي هم بيدعوا ان هم الجبهه الاسلام انا عايز اعرف ايه اسلام سياسي؟ هو اسلام سياسه يعني ايه؟ سياسه يعني قياده وهم اللي هيقودوا الاسلام او المسلمين على مستوى العالم الجماعه ما هي جماعه فشلت في اداره البلاد. احنا والله يمكن كنت انا يعني انا يمكن عبد فقير مسكين لربنا وكنت بتكلم معاهم وانا يعني قابلت الرئيس مرسي المعزول في قصر الرئاسه مرتين او بدعوه منه لرؤساء الاحزاب وانا رئيس حزب شباب مصر ورحنا طبعا هناك طبعا حتى في الحوار ما كانش يدخلونا احنا اصلا كان ناس معينه محدوده من بعض الاحزاب تدخل واحنا يقول لك والله غير موجود في مبادئكم للحوار الوطني. طب انت اسمع الكلام ده انت ما انت تهدي لي عيوبي تقول لي انت خطا انا هصلح من لكن هو ما كانش مستعدين يسمعوا لحد خالص كان زي ما يكون شيء خريطه ماشيين عليها عبر ماشي ما فيش لو واقفه في اي محطه ودي مشكله كبيره. طيب دكتور خلينا نطوي صفحه الماضي التاريخ لا يرجع للوراء بس يعني
قوة صفحة الماضي، عايزين نفكر في بكرة حتى ونكون سيف وجلاد عليهم يعني. لا هي يعني بالمناسبة والله أنا عارف الله يا دكتور، بس يعني نتجاوز المرحلة دي. مصر أهم من إن إحنا نتكلم في موضوع أو نصدر أفكار. خلاص يعني انتهت الغرب فيما فيه كفاية الإسلاميك فوبيا أو فوبيا الإسلام انتشرت في الغرب، وإحنا بنصدر فكرة دي بالرسخ للمفهوم الجديد ده. إحنا مش عايزين نعمل كده، إحنا عايزين نطوي صفحة الماضي ونبتدي صفحة جديدة. كلنا مصريين وكلنا إيد واحدة، لكن هم يبدو إن هم غير راغبين في المصالحة الوطنية، غير راغبين في الانقسام. والله اتركوا الناس الطيبين اللي هم على الفطرة دول بقى في حالهم علشان الناس ترجع لصوابها، يعني الناس اللي هي اللي هم بيجندوهم من بأفكارهم باسم الإسلام. طيب دكتور، السؤال يعني في هذه الناحية تحديدا، احنا محتاجين ايه عشان نعمل مصالحة حقيقية؟ ليس كما قلت، انا عارف ان انت حضرت كثير من هذه الاجتماعات، وانت ايضا ترأس القبائل العربية، كان لكم مساهمة في حتى انتخاب دكتور مرسي. يعني لا انتخابات احنا بنفهم دكتور مرسي، انا اصلا كنت بعيدا عن الحوار، انا اعرف ذلك كمعلومات شخصية، انكم انتخبتوا دكتور مرسي وساندتوه كثيرا واقصاكوا بعض الشيء فيما مش موضوع اقصانا فيه. احنا ما كناش عايزين حاجة، احنا بالمناسبة احنا ما كانش في بديل للدكتور مرسي. احنا كنا بصراحة، انا كنت من زيادة حمدين صباح من البداية، يعني حمدين صديق واخ، ولكن انا بالمناسبة ما كانش في بديل. يا دكتور مرسي فهمونا ان دكتور مرسي كان الفريق شفيق، وقال لك الفريق شفيق يعني هي الدولة زي ما هي، النظام السابق هو كما هو في ايه ولا هو ده اللي خلى الناس كمان تخرج في 30 يونيو، ان هي الناس انتخبت الثورة، كان مرشح الثورة او اختزلت. بالمناسبة انا اعرف الناس احتفلت بمرسي ولا لم يستثمر يعني هذا الدعم وهذه هو لو نسي الاهل والعشيره بصراحه قبل الشعب المصري يشتغل او ادار البلاد على ان هو رئيس لكل المصريين. وحقيقه الامر لو كانت البطانه صالحه او البطانه، والله لو بطانه الرئيس حسني مبارك موجوده معاه، والله ما نزل صلاح اسمك على وراها. انا بقول لك بصراحه دكتور، كان صلاح سبب في هذه الوقت، لكن هي اصلا بطانه كان بطانه غير سويه. بلاش بس نرجع لوراها قوي، معلش سامحني يا دكتور، انا عارف انت من فعل ليك ظروفك يعني، وانت لكن احنا ما كانش لنا مقارب معاه خالص. احنا لنا مقارب لمصلحه مصر، لان اللي يهمنا مصر بلد كبيره وبلد اصلا عظيم وبلد شخصي. ايه الدروس المستفاده اللي احنا ممكن احنا نخرج منها من ثوره يناير ومن ثوره 30 يونيو؟ والله احنا نكون على الطريق الصحيح، نتكاتف الجميع وننسى الماضي كما بيقولوا، وعايزين احنا ان شاء الله الحاضر والمستقبل يكون في ايدينا، مع ان هذه الفئه اللي هي اصلا يعني بتعارض دلوقتي او الفئه القليله اللي هي عايزه تعمل مشاكل او باسم الاسلام، انها لوجه الله تعالى تنسى هذا كله. ولو هي بتحب مصر فعلا وبتحب الاسلام فعلا تنسى وتاتي للمصالحه وتقوم بعمل بفضل الله. لو هم عايزين يدخلوا برضه في موضوع ان هو حزب سياسي زي ما هم كانوا موجودين، احنا ما فيش اقصاء لحزب الحريه والعداله ولا لاي حزب، صحيح، ولا حزب النور ولا اي حزب في اقصاء ليه؟ لو انا شفت اصلا ابو سريح معاك، لو انا شفت في اقصاء من كلنا مش واحده او اي حد، احنا اي حد الناس اصلا هتصور على حاليا خلاص مصر انتهت الموضوع. مش عايزين يعود العمل المحظور، يعني يطلق عليها الجماعه المحظوره مره اخرى، محظور عايزين تعمل في النور، خلاص تعمل في النور في انتخابات او هم لو كانوا بس ما فيش عذاب على اساس ديني، يعني المفروض ما يكونش في احزاب، يعني احزاب على اساس اي اساس قبلي او عصبي او ديني او اي او ما ينفعش على اساس دي، هذا لا يعني برضه ان الدين لا 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 بالمناسبه احنا كلنا بالعكس بينا من الدين بالمناسبه. انا عايز واحد من اللي هم بيقول لك ما بيحبش الدين الليبرالي او العلماني، ان هو عايز يقتل نفس او يحب حتى ينظر او يسمع ان في نفس اتقتلت، طبعا ما فيش ده هم على فكره ملوش علاقه بالدين او ملوش علاقه بالدين الاسلام. زي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك زوال الكعبه، يعني هدم الكعبه اللي الناس بتحج من مشرق المغرب لبيت الله الحرام، زوالها من على الارض اهون عند الله من اراقه دم مسلم او اراقه دم انسان سواء مسيحي او يهودي حتى او مجوس، لان لو خلقتموهم ورحمتموهم، ربنا هو اللي خلق كل اللي ربنا هو اللي كفل بالناس البشريه والانسانيه بشكل عام. لكن انا ما بكونش بقى الحاكم والجلاد وانا اقتص القصاص زي ما حصل بين الفتنه بين السنه والشيعه هنا في وقتل اخواتنا اللي في النمر او النمرس والناس دي اصلا، ما دي اصلا غيرت طبيعه. اقول لك دي مشكله، لان اصلا الجماعات الاسلاميه كلها، انا بالمناسبه انا قرات
بنبحث فيها حاليا وببحث فيها الجماعات الاسلاميه ان المشكله كلها انها على غريق واحد، على هدف واحد. احنا عايزين اللي يرضي الله ورسوله. صحيح. ما هات لي واحد من الجماعه اللي بيسمونا احنا الارضالي او علماني او ان هو يحب قتل النفس. انا يعني بالمناسبه ده هناك يعني سامحني، انا سافرت اوروبا من بلاد الفلاحين، هنا سافرت هناك على اوروبا، ممكن رحت اسبانيا وفرنسا وايطاليا وسافرت وجدت الناس حتى الحيوانات. حيوان ايه؟ الحيوان له قيمه الاعز في الله. احنا يعني الحيوان له شيء، مع انه احنا المفروض احنا نكون قبل يعني من لا يرحم لا يرحم. صحيح. الدكتور يعني ادركوا انتم في الفتره اللي جايه، هل توعوا المواطنين مثلا ببعد الدين على السياسه تماما؟ الدين الاسلامي والدين المسيحي وكل الديانات السماويه ارقى واعلى من هتدخل في السياسه على الاطلاق، هل لكم دور في ده؟ طبعا الدين الاسلامي ارقى، والدين المسيحي اي دين سماوي نزل منه في له كتاب ارقى واهم من السياسه اللي احنا فيها. احنا السياسه قياده او قياده البلاد الى ما فيه نفع الناس في بلد، لكن الدين المفروض الدعوه الاسلاميه او الدعوه النصرانيه او الدعوه الاسلاميه بالذات بتاعتنا احنا اصلا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا له خيروه في بدايه الدعوه بتاعته، تعالوا عايز تبقى يعني انت ملك، يعني لعم ابو طالب بيقول لو عايز تبقى ملك ملكناه علينا، لو عايز يبقى اغنى الناس كان اغنى الناس علينا، لو عايز فالرسول رفض، لو السلطان لو الرئاسه والمملكه والمال والجاه كان تخدم الاسلام كان رسول قبلها، لكن انا مش عارف متشبثين ليه بيها وايه السبب؟ ما احنا نتصالح مع بعض دلوقتي حاليا، ويبدو ان المصالحه جت من ناس يعني من ناس بتدير البلاد حاليا فتره انتقاليه، وناس طلع ناس طيبين يعني مدين ايديهم. وبعدين احنا يعني المشكله كلها ان احنا دلوقتي ناسيين دور الازهر الشريف، شيخ الازهر موجود، يعني الشيخ او علماء الازهر الشريف موجودين. الناس دي المفروض الاخوه اللي هم الافاضل حاليا اللي هم بيدعوا الاسلام اللي هم الاسلام السياسي، الناس دي تتجمع حول الازهر. صحيح. عشان احنا لازم نختم لو لحظات كلمه اخيره للشعب المصري او للمصريين جميعا حتى نتكاتف ونعبر هذه المرحله، وتفضل تكلمها في اقل من نص دقيقه عشان لازم نختم. والله انا اقول للشعب المصري ان شاء الله يكون رمضان هذا يكون يعني رمضان يعود علينا هذه الايام، ورمضان الجاي ان شاء الله متوحدين وقياده واحده وشعب واحد، جميع الفصائل كل مجتمع على قلب رجل واحد ان شاء الله. وباذن الله تعالى ان شاء الله نبعد الدين عن السياسه، او بالمعنى هو لو قلنا الدين بعيد عن نبعد الدعوه الاسلاميه او الدعاء يبعدوا عن السياسه حتى الناس تقبل الدين ويفهمون الدين صح. احنا في النهايه بنشرح الدين للدكتور ناصر محمد عيد مدير مركز الحوار للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. شكرا لفندم معنا الشيخ، وشكرا موصول ايضا لكم مشاهدينا الكرام، ونهايه هذه الحلقه من هذا الصباح نشكر لكم حسن المتابعه، وزي ما بينا بالسلام نقول لكم السلام عليكم.